لو الحكاية فيها إن فيدي هل شايف إيه الأدوية اللي أسعارها زادت جديد يعني؟ كل الأدوية تقريبا يعني في امبارح نزل منشور بحوالي 3000 صنف يعني معظم الأدوية مش فكرة حتى هم قالوا الأدوية المزمنة مش هتزيد، لا في أدوية مزمنة زادت، في أدوية سكر مستوردة زادت كتير جدا مش دواء. طب وايه الاسعار وايه الادويه اللي ما بقتش موجوده او في نقص فيها واسعارها زادت؟ لا نقص الادويه ده موجود بقاله مثلا حوالي 6 شهور او يمكن سنه كمان، ان في نقص في كميه كبيره من الادويه، فما اقدرش حتى اعمل لك حصر بكام صنف ناقصين. لا الاصناف يعني حاجات كتير يعني، الاصناف اللي ناقصه ممكن تزيد عن 500 صنف ان لم تكن اكتر يعني. طب حضرتك شايف السعر اللي زاد بمقدار كام؟ يعني كان مثلا بكام وبقى بكام؟ بص هي التسعيرة اللي نازلة يعني حاجة كده عاملة زي الضريبة التصاعدية، كل ما سعر الدواء يزيد كل ما نسبة الزيادة تبقى أقل. يعني مثلا الأدوية اللي سعرها أقل من 50 جنيه سعرها زاد وصل بنسبة 50% مثلا، الأكتر بقى النسبة أقل وهكذا. طيب وأنت شايف بقى يعني الناس بقت بتشتري زي الأول ولا بقت بتقلل من الأدوية اللي هي بتشتريها؟ هتقلل ازاي؟ زي مثلا واحد عنده ضغط، واحد عنده سكر، واحد بياخد ادويه للقلب، هيقلل ازاي؟ يعني الدكتور قايل له مثلا خد قرص كل يوم، هياخد يوم ويوم؟ لا ما يقدرش يقلل. لو الحكايه فيها ان فيديو